والله ده شرف كبير ليا ان اول فيلم ليا يبقى مع صناع بحجم استاذ اسامه انور عكاشه ومخرج كبير بحجم استاذ خالد يوسف والنجوم اللي معايا، وانا اتشرفت بان انا اشتغل معاهم، وباذن الله انا اجتهدت ان انا احقق النجاح اللي ربنا بيكرمني بيه في الدراما، وان شاء الله فيلم يليق بكل اخواتي، وان شاء الله باذن الله ربنا يدينا على قد تعبنا كلنا في الفيلم، مش تعب عوضي بس وبس يعني ان شاء الله. اول لما نزل حقق 22 مليون مشاهده، هل كنت متوقع ردود الافعال؟ الحمد لله رب العالمين، بقول لك انت تعبت فربنا بيديك، ما فيش حد بيتعب ربنا ما بيدوش. قرار مش سهل ان انت تخوض اول بطوله سينمائيه ليك بالاسكندراني من اخراج خالد يوسف واسامه انور. لا بالعكس، بقول لك ده من حسن حظي، يعني انا كان المفروض تجمعني باستاذ خالد يوسف رمضان اللي فات مسلسل سر وباتع، ما حصلش نصيب، لكن ان شاء الله يعني الحمد لله ان ربنا عوضني بالفيلم ده. يعني والله انا رديت في ثلاث جمل، انا كاذب المنجمون ولو صدقوا او لو صدفوا، وان ما لو علمتم الغيب لرضيتم بالواقع، وان لا يعلم الغيب الا ربنا. يعني اكتر لقب انت بتحبه ليك قريب لهم؟ بالنسبه لي ادوار انا عملتها كلها بحبها، وكلها ادوار عملت شعبيه، والحمد لله رب العالمين كله انا تعبت فيه، وربنا اداني في كل دور على قد التعب اللي انا تعبته. يعني والله التعامل مع اخواتي الاسكندرانيه، وتعامل مع اللكنه، وتعامل مع المفردات بتاعتهم، والكاركتر مختلف عن اللي انا عملته قبل كده، وان شاء الله رب يعني يعجبكم.